ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا ونستقبل ضيفنا النهارده في حلقتنا من عيش سعيد. وزي ما انتم عارفين خلاص رمضان قرب على الابواب، كل سنه وحضراتكم طيبين. هيبقى فيه كم كبير من المسلسلات الدراميه السنه دي، وكمان غير رمضان بقى في عندنا مسلسلات الاوف سيزن اللي هي موجوده معانا طول السنه من خلال المنصات وغيرها. طبعا هينورنا النهارده الناقد الفني مصطفى الكيلاني اللي هنتكلم معاه عن مسلسلات رمضان ان شاء الله، وكمان المسلسلات اللي عرضت مؤخرا على المنصات. مساء الفل. مساء الورد. ازي حضرتك يا استاذ مصطفى؟ ربنا يخليك. نورتنا. طيبين. وحضرتك طيب. طبعا يا سهى زي ما انت قلتي مسلسلات الاوف سيزون عامله قلبان، نسب عاليه جدا للمشاهده، وطبعا كمان هم راهنوا بفكره الشباب ان في شباب كتير هي اللي عامله المسلسلات دي، وما شاء الله قدرت ان هي تنجح. مش لازم البطل يكون معروف قوي عشان المسلسل يفرقع او ينجح، بس الموضوع ده ثبت في الاعمال اللي احنا بنشوفها دلوقتي زي حاله خاصه الحريفه، في كمان برضو بلطو من الحاجات اللي نجحت جدا. بص احنا هنقسم معاك انا وسهى من الاخر للاول، يعني واحده واحده كده. انا معاك. نبتدي حاله خاصه. حاله خاصه فعلا، لان هو دلوقتي عامل ضجه وصدى كبير، لان ناقش قضيه يمكن ما اتناقشتش قبل كده في اعمال فنيه، وهي فكره ازاي نتعامل مع الشخص اللي عنده متلازمه التوحد. تمام. هو المسلسل لقى صدى كبير جدا، لانه اولا طه دسوقي ممثل شاطر جدا، بعيدا عنه ستاند اب كوميديان شاطر جدا. هو فاجئنا بصراحه ان هو ايه ده، احنا كنا فاكرينه كوميدي بس لقيناه يلا انا هنا وهنا، يعني بالزبط. انا تمام. زي ما شفناه في موضوع عائلي كان خطير صراحه. بالظبط كده. فالنقله دي ان هو لا، احنا هو بيثبت ان هو ممثل شاطر. غادة عادل ممثله جيده جدا، مجموعه الشباب اللي كانوا معاهم كانوا كويسين بقدر ما، فيهم كويسين جدا وفيهم نص نص، بس فعليا المسلسل عمل حاله عند الجمهور. طبعا في تعاطف مع شخصيه نديم، لانه بالاساس اتبنت كويس كشخصيه. وعم جميل برضه. طبعا. طبعا الموسيقار الجميل نبيل علي ماهر. طبعا. وناس كتير مش عارفه ان هو اصلا واحد موسيقار. يعني هو واحد اصلا من اهم الناس اللي بيعملوا الموسيقى التصويريه لافلام كوميديه. بعيدا ومسلسلات، وعمل افلام كوميديه وعمل مسلسلات وعمل حاجات كتير جدا. هو شاطر جدا في المنطقه جداً. دي. فهو ان هو موجود كممثل، ظهر في حاجات بسيطه خلال الفتره اللي فاتت، وكان كان موجود في مسلسل لنيلي كريم برضو قريب. بالظبط كده. فهو لانه احنا فجاه ما بقاش عندنا جراندات. فجاه احنا بعد تعب الاستاذ لطفي لبيب ربنا يديله الصحه يا رب، ووفاه حسن حسني. بالظبط كده. فاحنا بقى فجاه الجراندات اللي من النوعيه دي ما بقاش موجودين. فظهر بقى الاستاذ الكبير عزت زين. جميل. وجه من بالمناسبه الاستاذ عزت زين من نوادي المسرح ومن اساطير نوادي المسرح اللي هي الحاجات تبع الثقافه الجماهيريه، وعمل وخرج اجيال كتير جدا من الشباب اللي هم اللي موجودين حاليا، ومنهم نجوم محمد جمعه واحمد ماجد، منهم مثلا عادل حسان مدير مسرح الطليعه، اسامي كبير تخرجت من تحت ايدين الاستاذ عزت زين، وتم اكتشافه مؤخرا في السينما وفي التلفزيون. ففعليا غياب الجراندات خلانا نبص لناس جديده، فكان خروج الاستاذ نبيل علي ماهر. وموجود في حاله خاصه بدور حلو قوي، وهو عم جميل. هو اثر فينا. هو جميل. ايوه اثر فينا لدرجه ان الناس بقت تكتب على السوشيال ميديا ان هم عايزين عم جميل يطلع يعمل قصص للاطفال في رمضان، وان هو يكلم الاطفال من مكتبته. فانت متخيل اثر في الناس لدرجه ان هم بيطلبوا ايه؟ والله يعني هي فكره حلوه جدا. وانا شفتها. بس يا ريت يا ريت يعني تتعمل، يعني يا ريت. واحنا عندنا قنوات كتير، وعندنا قناه اصلا قناه مدرستنا، فممكن يكون ممكن فيها مساحه لبرنامج زي ده. احنا اصلا للاسف بعد سنين طويله ما عندناش برامج اطفال نهائيا. نهائيا. في كل قنواتنا المنطقه دي مش موجوده خالص، وسايبينها للاخرين طوال سنين. فياريت
انه يبقى في افكار بالشكل ده، والافكار جايه من الناس، هي من السوشيال ميديا ومن الناس العاديه. اكيد. طب انا عايز اعرف رايك اوفرول في العمل، يعني انت قلت حاجات ان في مجموعه من الشباب كانوا شاطرين قوي، وفي مجموعه كانت نص نص محتاجه شغل، كان في اكيد في كل عمل في الحلو وفي الوحش، مفيش حاجه بيرفكت 100% يعني. بالزبط. طب اوفرول بقى رايك، هو العمل جيد تمام، كتمثيل كاخراج بقدر ما، كسيناريو كان فيه سقطات كتير جدا يعني للاسف السيناريو ما اشتغلوش عليه كويس علشان بنى باقي الشخصيات، انه فجاه كان محور العمل نديم وبعد كده بقى محور العمل رام الله مش نديم، فجاه الموضوع اختلف تماما. انا ما شفتش حاله التوحد على ابن غدا عادل، لانه هو بيقول انه عنده توحد بس احنا ما شفنالوش ولا مشهد فعلا، ما شفناش اصلا اثر التوحد ده علي، يعني هو في المشهد بتاع الاكتشاف اللي هو المشهد بتاع السيرك انا ما شفتش، انا ما فهمتش، وما بانش اصلا ان هو طفل عنده توحد خالص، ده كان لازم يتم الشغل عليه مع الطفل نفسه. وبالنسبه لي فكره الاستسهال ان احنا ناخد من الاطفال اللي اشتغلوا في خلال الاعمال، من خلال اعمال تانية اطفال جاهزين، ده كان بالنسبه لي كان خطا من المخرج، كان محتاج وجه جديد مثلا، بالظبط شاب جديد طفل جديد ويتم يشتغلوا عليه ويعرفوه ازاي يؤدي دوره بشكل جيد، ويترسم له جوه السيناريو تفصيله او عده تفاصيل تبين انه انما هو في لحظه الانكشاف ان هو عنده توحد ما ظهرتش قدامي، ما حسيتش ان في حاجه خالص تبقى تديني دليل خالص يعني هم قالوا لكن هل ده موجود قدامي على الشاشه في الصوره؟ لا مش، ما كانش واضح. فده كان خطا كبير جدا جوه العمل، كنت اتمنى انهم يتداركوه. بس فعليا في العموم ده مسلسل نجح مع الناس، لان الناس محتاجه النوعيه دي، محتاجه من النوعيه، يعني لو نفتكر مثلا الطفل سليم اللي كان مع منى شلبي، طبعا ده كان رائع وكلنا انبهرنا بالشخصيه، بالظبط كده، والمسلسل انساني جدا والحبكه الدراميه كانت حلوه جدا، والناس عايزه الناس عايزه الموضوعات دي. الناس بتدور، مش كل حاجه تبقى اكشن وشعبي او قصه حب او كوميدي او كوميدي، وخصوصا ان احنا بقينا بنشتغل على كوميديا، نوع كوميديا القلش وكوميديا والسف على طول كده. ايوه، فده مش ده كوميديا ما بتعيش. بس استاذ مصطفى عايزه اضيف حاجه على كلام حضرتك، ان برضو من الفاكتورز اللي نجحت قوي حاله خاصه من وجهه نظري ربط فرقه المصريين بالمسلسل، يعني فكره الموسيقى التصويريه والاغاني اللي كان نديم بيسمعها بالظبط كان ليها، يعني حتى دلوقتي الاغاني بتاعت فرقه المصريين ترندنج على انستجرام بطريقه الناس كلها بتعمل ريلز على الاغاني، وعلى كل، مش انستجرام بس، على كله بما فيها مواقع الموسيقى، واحنا رجعنا نسمع يعني تاني بالظبط، لانه هو اولا الموضوع كان مبني كده في السيناريو، فبالصدفه المنتج طارق الجنايني كان مع عمرو دياب وهم اصدقاء، فكان قاعد بيحكي له على الحدوته، فانه فرقه المصريين هي العمود الرئيسي بتاع الحدوته، فقال له طب ما تجيب هاني شنودة يعمل موسيقى التصويريه اولى طبعا يعني. بالظبط، فكانت الموسيقى التصويريه هي اجمل ما في المسلسل بصراحه شديده جدا، المقدمه جميله بشكل غير عادي لدرجه ان انا يعني كنت بعملها عشان اعملها رنه للتليفون بتاعي. طيب الانبهار بقى اللي حصل في اول حلقه، يعني بعد عرض اول حلقه للمسلسل الناس كلها انبهرت، الناس ابتدت تكتب بوست على الفيسبوك تشيد بقد ايه المسلسل ده في حته ثانيه، نفس الانبهار ده كمل معاك ولا حسيت ان هو لا ده هي بس اول حلقه؟ انت كنت من الناس اللي انبهرت في اول حلقه؟ لا، نفس الانبهار كمل مع الناس. احنا بس بحكم المشاهده الكتير وبحكم حاجات انه طول الوقت عينك بتقع على حاجات على النقد، لا مش على النقد، على حاجات ما بيشوفهاش المشاهد العادي تمام. وانا بالنسبه لي كمسلسل في العموم هو مسلسل حلو ويعجب الناس جدا، بس انا طول الوقت ببص على النماذج اللي زي كده بره، سواء المسلسل الكوري اللي اتاخد منه النسخه الانجليزيه اللي هو ذا جود دكتور بالظبط، ده كان هم عاملينه ازاي واحنا عاملينه ازاي. انا كان نفسي
انه مسلسل زي ده، وخاصه انه الانتاج الشركه المنتجه شركه واحده من اكبر الشركات في الوطن العربي ودماغهم مختلفه جدا، فكان نفسي انه لا انا عايز المستوى الاعلى، كان في احلى، عايز انافس ذا جود دكتور. وبالمناسبه انا سهل جدا يعني، احنا بس اللي مصعبينها على نفسنا. انا كان بالنسبه لي اقدر انافس طبعا، وخصوصا انا عندي تقنيات خلاص ما بقاش في فرق بيني وبين بره خالص، قليل قوي. تمويل بقى عندي تمويل جيد يناسب ان انا اقدر اطلع مسلسل متقفل ككواليتي حلو، وكسيناريو حلو، وكتمثيل حلو طبعا. طب طه الدسوقي نفسه شايف ان هو دلوقتي بعد حالة خاصة هل نضج فنيا؟ هو طبعا طبعا. لا هو من الصفارة، من الصفارة، المجموعة الشخصيات اللي اتعملت في الصفارة، انه وخصوصا مع واحد داعم اصلا لكل اللي بيبقوا حواليه زي احمد امين. طبعا بيحب يشجع الشباب طبعًا. دايما دي حاجه معروفه عنه، وما عندوش غيره، ده بالعكس، ده هو بيقف ويدعم ويفرش لزميله اللي معاه اللي هو اصغر منه سنا بكتير، لكنه هو عنده قدره ان هو يقدم، وهو قدم ناس كتير قبل كده معاه يعني. رحمه احمد فرج من عند احمد امين، حاتم صلاح من عند احمد امين، وفي ناس كتير جدا طالعين من مدرسه احمد امين، من شغل في البلاتو او في الشغل المسرح اللي بيعمله واللي اتصورت. لا فعليا اللي هو امين وشركاه طلع ناس كتير جدا، وهو لسه هيطلع ناس. فهو بدايه من الصفاره لا تنور نور نور بشكل كبير، وبان قد ايه هو ممثل شاطر. وغادة عادل، غادة عادل ممثله خلاص، احنا وصلت لمرحله ان هي كممثله بقى عندها قدرات جيده، بقت شاطره، بتعرف تنوع في ادائها بشكل جيد جدا، وانا مبسوط بوجودها كداعم لطه في المسلسل. بجد عجبني اختيار ده، ان تبقى غاده هي الفيديت اللي بتقدم ممثل اصغر سنا ولسه جديد، وتدعمه وتكون معاه بقوه. وده يرجعنا لفتره كان ده بيحصل زمان في الخمسينات والستينات، انه كان ده بيحصل، انه نجمات كبار اللي هم كان اسمهم بيبقى اول اسم قبل النجوم، وده كان المعتاد بالمناسبه في التوقيت ده، ويدعموا ظهور وجوه جديده. عايز اسالك كمان عن مسلسل بيتعرض الفتره الاخيره، ويمكن هو خلاص خلص فنقدر ناخد المعلومه الكامله عن النقد في المسلسل ده، وهو مسلسل جوله اخيره للفنان احمد السقا. وطبعا هي كانت عوده ليه لانه كان غايب بقاله فتره، فالناس كلها كانت مستنيه المسلسل، والناس كلها كانت بتتفرج ومستنيه تشوف اكتر من احمد السقا. هو يعني طبعا عمل الدور بشكل رائع، يمكن انا ما عنديش الخبره ان انا اقول ايه الغلطات اللي كانت في المسلسل، بس حضرتك شفت المسلسل؟ انا لسه بتفرج. انا اشرف عبد الباقي بهرني، من شددني من اول ما طلع، ايه الجمال، ايه الحلاوه دي، وايه الدور اللي مش متعودين على اشرف عبد الباقي فيه ده. طبعا واختياره اصلا، هو اختيار الفنان اشرف عبد الباقي يعني مختلف، ان هو يختاره النجم اللي هو ممكن ما يكونش عنده السمات الجسدية اللي تأهله ان هو يبقى مدرب، بس هم حطوه في الحتة دي علشان يعني اكيد في فكر ورا القصة. لا هو ممثل عظيم، يعني اللي يراجع بدايات اشرف عبد الباقي كبطل في السينما، سواء في رشة جريئة، في على جنب ياسطا، في خالي من الكوليسترول، كلها افلام مهمة جدا وعظيمة بالمناسبة، وللاسف ظلمت جماهيريا لكن وظلمت نقديا برضو، لانه ما اخدناش بالنا منها بشكل بالظبط كده. فلا هو عمل ادوار مهمه جدا جدا، ادوار جيده جدا كممثل بعيدا عن الكوميديا. لا هو شاطر جدا. واحنا التصنيف انه اصل ده كوميديان، انا بشوفهم في حاجات غير الكوميديا افضل بكتير يعني. في عندنا للاسف برضو في ناس متصنفين ككوميديانات، لكنهم كممثلين بعيدا عن الكوميديا شاطرين قوي. احنا نكمل كلامنا عن جوله اخيره، وعندي ليك اسئله كتير قوي على جوله اخيره بالخصوص، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع تاني على طول، خليكم معانا.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولينا عملت لكم شويه كده تشويق قبل ما نطلع الفاصل، وقالت ان هي لسه عندها اسئله تانيه عن جولة أخيرة. والله مش أسئلة كتير، والله هو سؤال واحد بس، يعني لأن احنا لسه المسلسل بنشوفه. يعني أنا اللي كمان المسلسل أنا شايفاه ما تعرضش على منصة من المنصات الجامدة اللي احنا متعودين عليها، فهو اتظلم برضو جماهيريا شوية إن هي مش كل الناس قدرت تشوفه زي مثلا حالة خاصة. بس أوفر أول بقى، يعني عودة أحمد السقا بعد فترة طويلة، فإيه رأيك في العودة؟ يعني هل العودة كانت فعلا فيها حالة إيه ده، إيه الجمدان ده، انت رجعت جامد، ولا لا احمد السقا اللي احنا متعودين عليه بصراحه؟ هو نتكلم بصراحه، لا هو احمد السقا اللي احنا متعودين عليه. اللي فارق معايا يعني طبيعه احمد السقا ان هو كل عمل، وده المهم اللي بيعمله احمد السقا بصراحه، يعني ان هو بيقدم معاه ممثل تقيل يدعم. يعني انتوا كنت لسه بتعرضوا في عندكم في القناه المسلسل بتاع خطوط حمراء على ما اظن، كان احمد رزق كممثل بقى بيقدم احمد رزق بشخصيه الشرير بقى. تمام. كان قبل كده في السينما كان خالد صالح وخالد الصاوي، اسماء طول الوقت هو معاه ممثلين تقال بيسندوه، احمد عز في المصلحه كده. فيعني يعني خلينا في فئه الممثلين اللي هم اللي كانوا مظلومين. احمد عز في الاخر نجم طبعا، مش اللي بيقدمه احمد السقا، لكن اشتراكهم مع بعض ده لطيف جدا، وعمل بالمناسبه فيلم حلو. لكن انا بتكلم على اسماء ممثلين قد يكونوا في نفس المرحله العمريه بتاعه السقا، لكن ما كانوش بنجوميه السقا كميجا ستار. فهمت قصدك. لكن هو في كل فيلم وفي كل مرحله، يعني حتى في عن العشق والهوى كان مجدي كامل. شويه طارق لطفي برضو كان جامد جدا، خالد النبوي في الديلر. فطول الوقت السقا بيراهن على ده، وده بالمناسبه انا بشوفه انه النجاح الاهم لاحمد السقا. الكاب اللي دايما اللي معاه بالظبط منى زكي، وهم الاثنين فتره احنا كنا مش عايزين مش قابلين حد غيرهم، هم الاثنين اصلا ما ينفعش تحب واحده غير منى زكي في الافلام بالظبط. يعني وهو منى بعد مرحله السقا طورت من نفسها جدا اشتغلت على بسبب النجاح اللي حققته في الديو ده مع السقا ومع كريم عبد العزيز، واتنقلت لمنطقه بقت بما اننا جبنا سيره منى زكي، ما ينفعش نعدي الرحله 404. شفتوا رحله 404؟ بصي هقول لك على حاجه، احنا عاملين احتفاء عظيم برحله 404. هو فيلم هايل ومشروع جيد، لكن المشروع ده كان ممكن يطلع منه أفضل. احلى من كده. وتفاصيله جوه الكتابه محمد رجاء هايل، بس انا متوقع ان ضغط الرقابه مع ضغوط الانتاج خلت المشروع في تفاصيل تتشال. بالظبط كده. فالتفاصيل اللي اتشالت دي وقعت شويه حاجات جوه الموضوع، لكن في العموم المشروع بالنسبه لي يعني مش وحش يعني، لا خالص بالعكس. مشروع مهم جدا. احنا عندنا موسم، الموسم في شهر اللي فات ده شهر يناير وشهر فبراير، الشهرين دول فيهم شغل حصل كتير جدا جيد جدا. الحريفة مقسوم، اللي انا شايف ان هو ظلم كبير جدا جدا في التوزيع، ورحلة 404. الحريفة بطولة مجموعة من الشباب، كزبرة منهم ناس ونور النبوي واحمد غزي طبعاً. المجموعة دي ان هم حققوا كم الايراد ده بفيلم ما فيهوش سوبر ستار ولا حتى نص ستار. ايوه تمام. بالعكس كلهم شباب، تجاربهم في السينما قد تكون معدومه اصلا، وان هم يحققوا اعلى ايرادات، لا ده مشروع لازم نبص له بعين خبيره كده ونتكلم عليه. بقوا بينزلوا في مكان دلوقتي بيقفلوا الشارع ما شاء الله، يعني من حب الشباب ليهم، وهم اشتغلوا على التينيجرز. احنا كان نفسنا قوي، فاكر فيلم اوقات فراغ لما نزل قد ايه كنا مبهورين بنوعيه الافلام دي، واحمد حاتم دلوقتي وكل الفنانين اللي فيه اشتهروا. فانا حاسه الحريفه عمل كده، اللي هو راهن على نفس الرهان. انت جبتي يعني المثال المظبوط. تمام. ده اللي هو يا جماعه السينما مش عايزه افكار قديمه،
مش عايزه نجوم، عايزه ناس جديده، عايزه ناس جديده. لازم يمكن الحريفه السن. يعجب كاتيجري، في كاتيجري تاني هيعجبه مقسوم بالظبط. تجربه تانية خالص بقى، احنا عندنا ليلى علوي وشيرين رضا وسماء ابراهيم. وسماء ابراهيم الجميله، سماء ابراهيم طبعًا. انا بحس الست دي اكتشاف طبعًا. يعني جميله يعني انا بعتز انه سماء ابراهيم عشره عمري و سلم لنا عليها قوي. بعيدا بعيدا عن ان احنا اخوات واصدقاء بس فعليا هي احنا كنا عاملين حلقه انا وهي احنا كنا عاملين حلقه انا وهي، كنت ساعتها بعمل حوارات لموقع في الفن فعامل حوار معاها، وسامة بتعزف وبتغني انجليزي. ففجاه الناس طبعا الحوار عمل صدى كبير جدا جدا، ونسبه مشاهدات مرعبه حصلت وقتها. انه فجاه الناس اكتشفت انه سماء ابراهيم دي اللي هي الكبيره فحت ومجابر وفي الاخر تتحول تشوفها قدامك وهي بتعزف على الجيتار بتعزف على الجيتار وبتغني، بقت روشه فجاه وصوت حلو قوي يعني صوت حلو قوي. وتكتشف كمان ان هي سماء ابراهيم مهندسه ديكور، مهندسه ديكور في دار الاوبرا المصريه. واو ما شاء الله عليها. وشاطره جدا جدا وممثله في حته ثانيه. لانه بص هقول لك على حاجه، احنا كل سنه بنقعد ندور على الناس اللي هي الكويسين في الاعمال سواء في الاوف سيزون ولا في رمضان. فنكتشف انه الاشطر هم بتوع المسرح. ليه كده؟ كده لان هم اتدعكوا في خبرات كتير جدا. وطول الوقت هو بيلعب قدام الجمهور. ففي الناقد بتاعه قدامه. مش ورا شاشه، الفيدباك بياخده فوري يعني. فبقى فيه سنس، وبقى بيتعلم الفرق ما بين سنس الكاميرا وسنس المسرح. لان هو عنده كم خبرات كتير جدا. احنا لسه كنا بنتكلم على الاستاذ الكبير عزت زين. عزت زين ده واحد اتضحك في المسرح 45 سنه ولا 50 سنه. احنا بنتكلم في ناس من مراهقتهم ومن طفولتهم وهم موجودين في المسرح طبعا. فبتتكلمي في آلاف العروض. مش مئات، آلاف العروض طبعًا. اللي بيعملها في نوادي المسرح. فأنت بتتكلمي في أنه واحد وقف قدام جمهور سواء عنده في الفيوم ولا في محافظات مصر كلها ولا في القاهرة، وعلى مسارح متعددة بيمثل على ستيج كده في شارع، في شغل مسرح الشارع. أنت بتتكلمي في انه خبره طبعًا سنين وعمر. فاحنا تعالي نتكلم بقى على الناس بتاعه المسرح اللي عمالين اللي منورين. هتلاقي سامة ابراهيم، هتلاقي محمد جمعه، هتلاقي احمد ماجد، هتلاقي احمد وفيق، هتلاقي طبعا الجيل الاكبر ماجد الكدواني وبيومي وثروت واسماء كتير جدا. مجموعه مركز الابداع اللي هو برضه مسرح وشغل، مجموعه الدفعه الاولى وبعد كده الدفعه الثانيه اللي هي دفعه قهوه ساده اللي احنا كلنا طبعًا. عارفينها فمرة مسرح مركز الابداع الاستاذ الكبير خالد جلال. هو المسرح ابو الفنون زي ما بيقولوا. فعشان كده اي حد خريج مسرح هو بيبقى وحش بالزبط. على في اي حته هتلاقي يعني. محمد رضوان احنا بنعيد اكتشافه وشخصيه رمضان حريقه اللي كسرت الدنيا طبعًا. محمد رمضان ده مسرح طول عمره اكيد. طب انا عشان الوقت بس ما ياخدناش وداخلين طبعا على سيزن كبير قوي، سيزن حاجة قبل رمضان صغيره. انا اسفه في حاجه قبل رمضان قد كده إيه؟ بينا ميعاد وبينا ميعاد البارت 2 بقى يعني سريعا برضو، ايه رايك فيه؟ مشروع لطيف جدا. انا شايفه رغم انه في ناس مش عاجبها قوي الجزء الثاني، بس انا بتابعه وبتابعه حلقه بحلقه وشايف انه مشروع لطيف جدا. مشروع اجتماعي، احنا برضو محتاجين شغل السوب اوبرا ده انه يبقى موجود عندنا بأفكارنا وبالحاجات اللي احنا عايزين نقدمها للناس وحلول. يعني دايما مش لازم تبقى الدراما بكل انواعها سواء سينما ولا مسرح ولا تلفزيون ولا حتى دراما اذاعيه. مش لازم تقدم حلول، تقدم مشكلات بس. لا ساعات بيبقى في مطلوب ان احنا ايه نقدم حلول. نفتح للناس سكك في التفكير. زي ما كنا بنتكلم على المسلسل بتاع منى شلبي، زي ما بنتكلم على مسلسل حاله خاصه، زي ما بنتكلم على وبيننا معاد. انه كيس يعني بالظبط. انا عندي مشاكل، بيقدم مشاكل الشباب بشكل جيد جدا وبشكل لطيف ومش بتعالي. يعني طول الوقت بتلاقي كده في اعمال بتقدم المشكله اللي هو ايه، بتتكبر على فكره طرح المشكله وبتقدم النموذج انه مخطئ وانه لازم يتعاقب. لا هو في بيننا معاد مش لازم يتعاقب.
وده أجمل حاجة في الموضوع إنه مش لازم المخطئ يتعاقب، ما تسيبه يتعلم. صح. وده وده النموذج الأهم اللي بيقدمه بينا معاد، واللي بصراحة عجبني جدا. حلو. والناس بقى هتقعد تتكلم أصل الجزء التاني أقل شوية، أصل الجزء الأولاني كان أحداثه أكتر، أصله كان ثري ريتمه سريع شوية. لا حلو، أنا عجبني. أنا عجبني. أنا عجبني. ما هو مزاجي الشخصي يعني. هنا مش بنتكلم بقى على معايير نقدية، أنا مزاجي الشخصي عجبني. صح. عجبني عجبني شيرين رضا في منطقة تانية غير كل اللي إحنا كنا بنشوفها فيه. مش الكيوت اللذيذه، لا يطلع على الام ولا المستريه ولا الست يعني، ولا الست المزه الحلوه اللي هي اللي بتغوي الشباب. لا هي طالعه ست قويه مفتريه مسترجله كده. بس بس النموذج الحنين موجود وبيظهر. مجموعه الشباب تم اختيارهم بعنايه شديده، حتى لما حصل تغييرات في الجزء الثاني برضو كانوا لطاف، ما كانوش وحشين، كانوا فت للمكان اللي هم اختاروه. هو مش مطلوب منهم اكتر من كده، هو بيقدموا مراحلهم العمريه، فهم بيقدموا مشاكلهم اللي هم عايشينها. صح. طب سريعا عايزه اسالك على رمضان، ابتدى يبقى فيه بروموهات بتنزل، وبقى كمان عندنا مفاجاه، عوده الفنان يحيى الفخراني، كان وحشنا في رمضان. فانا عايزه اسالك سؤال من ثلاث محاور. اول حاجه، ايه البروموهات اللي شدتك وعايز تتفرج عليها؟ شايف ازاي عوده الفنان يحيى الفخراني؟ ثالث حاجه والاخيره، مين اللي بتقول له ريح بس ادينا فرصه، مش عايزين رمضان السنه دي، خليك وقت تاني؟ طيب نبدا من اخر حاجه. اللي كنا عايزينه يريح ريح. طيب الحمد لله. من غير اسماء. لا لا عادي، لا نقول الاستاذه يسرا كان لازم تريح سنه، لانه هي ممثله كبيره ومهمه وعظيمه، كان لازم تريح وتختار كويس. لانه يسرا مكسب للشاشه، مكسب للشاشه يعني، تتفق تختلف. لا يسرى مهمه، يسرى نجمه كبيره طبعًا قوي. طبعا لازم، كان لازم تختلفش عليها اثنين، وكل الاجيال بتحبها. يعني محمد رمضان كان لازم يريح شويه. ازاي بعد جعفر العمد ده كسر الدنيا؟ لازم يريح. ما هو فكره المسلسل كل سنه، ما فيش حد بيعمل كده. رمضان بيعمل افلام ومسلسلات واغاني طول الوقت. ما هو انا لازم يكون في وقت اقعد افكر في ده كدا. لا اقعد افكر اصلا يعني. ما هو لازم الفنان يقعد يريح علشان يبقى عنده مخزون. ما هو هيمثل ازاي اذا ما كانش عنده مخزون؟ ونفسي ان انا اشوف رمضان بشكل تاني، باداء مختلف، بتون صوت مختلف، بشكل مختلف. انا عايز اشوفك يا اخي بشكل مختلف. مش كل مره نفس الشكل بنفس الطريقه بنفس تون الصوت. انت ممثل كبير، محتاج اشوفك اشوف رمضان. مش لازم رمضان اللي يدخل بيكسر الشارع ويكسر الحاره والجامد بالظبط يعني. محتاج اشوف، مش محتاج اشوف الممثل. يعني احمد، احنا لسه كنا بنتكلم على احمد السقا. احمد السقا في جاي عن العشق والهوى عمل حاجه تانية خالص. وعمل جيم تاني خالص في جوله اخيره، عمل شكل تاني خالص. صح. فهو ولد الغلابه عمل حاجه تالته. فهو ما تيجي نشوف رمضان بشكل مختلف. آه. طب اكتر المسلسلات اللي زي ما سوها ذكرت وقالت البروموهات اللي شفتها حسيت ايه ده؟ لا ده لازم يتشاف. كبير قوي. بجد كبير قوي طبعا. ده تامن سنه ولا انا ده تامن سنه ليه ان شاء الله. الجزء الثامن طبعا. ده انا بالنسبه لي الادمان كبير قوي. طبعا عتبات البهجه لازم اتفرج عليها طبعا. في عندنا ووجود خالد شباط، انا بجد النجم ده انا مش شايفاه ان هو هيبقى اهم نجم في الوطن العربي. احنا اتاثرنا بيه جدا في كريستال، وتاثرنا بيه في الخائن دلوقتي. في الخائن كمان عامل دور. لا انا نفسي، انا بدور عليه في مصر. هو فين؟ انا عايز اسلم عليه. هو طول الوقت، هو طول الوقت انت عندك ممثلين عرب بيكونوا موجودين، وخاصه من سوريا ولبنان بيكونوا موجودين ومؤثرين في الدراما والسينما المصريه. ووقفنا فتره، لكن ده طبيعي ان هو النجوم الكبار بيتنجموا اكتر من مصر، او بتبدا نجوميتهم من مصر. فمهم انه ده يبقى موجود. فخالد شباط مبسوط ان هو موجود جوه عتبات البهجه. واتمنى كمان يعني، انا كمان بالنسبه لي الحشاشين شكل مهم وصناعه مهمه، ان احنا نتكلم على التاريخي. وكريم عبد العزيز وحشنا بصراحه يعني. هو في ميزه مهمه جدا في يعني الحشاشين، لولا كريم عبد العزيز كان ممكن يتصور في 3 سنين. كريم عبد العزيز مش بيعيد.
بيدخل ما شاء الله ده من جوه الكواليس المسلسل. كريم بيبقى بيتكلم كده وتمام يتقال اكشن بيدخل جوه الشخصيه حافظ مركز عادات قليله جدا جدا. ففعليا كريم موجود في رمضان السنه دي انا مبسوط ان انا هشوفه في شكل جديد خالص عليه واتمنى ان احنا ننبسط كلنا بالحشاشين. اخيرا يحيى الفخراني لا يحيى الفخراني ما احنا قلنا عتبه البهجه تريد مارك هو خلاص يا جماعه يعني رمضان بيحيى الفخراني اختيارات وعي قدره على التفكير والابداع والتجديد عظيمه جدا. فانا مبسوط ان هو موجود معانا. جودر كمان احنا رجعنا تاني نقدم حكايات الف ليله وليله. اسلام خيري كان عمل تجربه مع دنيا سمير غانم امبارح كان فيها من جو الف ليله السنه اللي فاتت قصدي كان فيها جو من الف ليله وليله. السنه دي عامل بقى الف ليله وليله فيعني كمخرج اتمنى ان احنا نشوف منه حاجه حلوه. مسار اجباري برضو بتاع عصام عمر واحمد داش انا متنبئه له جدا ان هو يبقى مسلسل حلو بالظبط. وانا كمان الكومبو ده لذيذ اصلا وانا كمان متنبئ الموضوع انه يبقى كويس جدا. عايز اسالك مين اللي هيوحشنا في رمضان السنه دي وكنت نفسك يبقى موجود معانا في رمضان؟ هيوحشني ليلى علوي. احمد عز برضو وحشنا جدا. احمد علشان عز عشان مشغول باولاد رزق بالسينما فهو يعني انا بالنسبه لي عز وجوده في السينما. وما كانش معودنا على كل سنه مسلسل يعني يعني انا شايفه يعني مسلسلات مثلا لما طلع الزعيم عادل امام بس يعني. طلع في الاختيار كان وجوده مهم فحسينا أيوة بس هو مش معودنا على المسلسلات بتاعت رمضان زي طبعا الزعيم عادل امام كان معودنا كل سنه على مسلسلات رمضان وحشنا طبعا. يا جماعه احنا بنروح بنطلع لما بنطلع في مهرجانات بره مصر فبيتقال لنا على طول من اول انت في المطار انت من بلد عادل امام ادخل ايوه على طول ايوه يعني ده زعيم الوطن العربي كله. عايز اقول انه كامل العدد اثنين برضو ودينا الشربيني والله بصي هو مسلسل لطيف وجميل وعجبني الجزء الاولاني هو الافراد الاسره كلنا نقعد كلنا كعيله نتفرج عليه بالظبط نتفرج عليه وده لطيف يعني بس خلينا نرجع بس للناس اللي انا مفتقدهم في رمضان. انا بصراحه نفسي اشوف ليلى علوي ممثلة عظيمة طبعاً. ومهمة تملك قدر كبير من الوعي طبعاً. تملك قدر كبير من الموهبة نفسي أشوفها في حاجة تناسبها في رمضان. إلهام شاهين غايبة عن رمضان بقالها كتير من عاملة دايت وزي القمر وخاسة ونفسي تكون موجودة يعني. والاتنين دول اتنين مش من أعمدة الفن من أعمدة الصناعة. الاتنين دول أنتجوا بفلوسهم صرفوا فلوس الفن على الفن وعملوا تجارب مهمة جدا من إنتاجهم علشان وده كان نمط اللي كانوا بيعملوه الممثلين زمان. للأسف محدش كتير بيعمله دلوقتي بينتج بفلوسه يعني آخر اتنين بيعملوا ده كان أحمد حلمي ومنى زكي في الشركة بتاعتهم وأنتجوا حاجات. لكن أنا أتمنى إنه الفنانين يرجعوا ينتجوا بفلوسهم تاني ويعملوا حاجات يعملوا تجارب نفسهم يعملوها والشكل الإنتاجي مش سامح لهم بده فيعملوا ده وده طول الوقت كان بيحصل زمان يعني نور الشريف انتج هو وبوسي بشركتهم احمد زكي انتج بفلوسه وناس كتير جدا عملت ده الاستاذ عادل امام انتج بفلوسه الاستاذ وحيد حامد انتج بفلوسه ففي ناس صرفت فلوس الفن على الفن فنفسي انه ده يحصل وده حاصل الحمد لله. وبرده من الحاجات المتشوقه جدا اسفه بدون قطع كلامك عشان الوقت بيجري غادة عبد الرازق ورجوعها بقى في رمضان وحشتنا قوي هي كانت راكبه قوي في رمضان في من حكايه حياه انا مش عارفه الاصرار وحكايه حياه دي كانت كلنا بنستنى غادة عبد الرازق فكره هي راجعه بصيد العقارب. انا لما شفت التيزر بتاعه بجد متحمسه جدا لوجود غادة عبد الرازق والله انا يعني كنت لما شفت هي اصلا الحدوته في حلقه في شارك تانك كان في ست من البرنامج شارك تانك كان في ست من الصعيد بتستخرج سم العقارب بالظبط كده فهو انا قلت انه دي شخصيه دراميه حلوه قوي ولو اتعملت هتبقى هايله فلما اتعمل اتاخد الموضوع واتعمل مسلسل فعجبني بصراحه قوي ان هم لقطوا الفكره وعملوها وبصراحه يعني انا للاسف ماليش في كتابه السيناريو بس لو كان ليا في كتابه السيناريو الشخصيه دي سريعه جدا واتمنى نشوف ان العمل كويس ونفسنا انه يعني غاده ترجع تاني غاده من نجوم الصف الاول طبعا ممثله شاطره قوي ونفسي انها تكون موجوده. عجبني كمان حاجه في رمضان تاني انه احنا رجعنا للادب مره تانيه احنا السنه اللي فاتت خدوا من شغل اسامه انور عكاشه خالد النبوي السنه دي عامل واخدين من محمد سليمان عبد الملك واخد من احسان عبد القدوس امبراطوريه ميم وعطيه
مرتبات البهجه من كتابه الاستاذ الكبير ابراهيم عبد المجيد، ربنا يديله الصحه يا رب. يا رب. فانه مهم ان يبقى الادب موجود جوه شغلنا طبعا، جوه السينما وجوه التلفزيون، لانه ده مصدر ثري ومهم قوي قوي للفن. أكيد. استاذ مصطفى حضرتك نورتنا، مستنيينك بقى بعد رمضان عشان نقعد بقى ايه قاعده نفس القعده دي بقى، ونقعد كوبايتين شاي بقى، ونشوف بقى المسلسلات اخبارها ايه. انا معاكم، انا محتاج خمس ساعات نتابع كل المسلسلات ونبتدي بقى من الاول. اوكي، نورتنا ودايما منور. عيش سعيد، ضيف عزيز علينا. شكرا ليك على وجودك معانا النهارده. ميرسي جدا يا استاذ مصطفى، نورتنا. وشكرا يا سهى لوجودك يا استاذه يا قمر النهارده. وطبعا مفيش احلى من الكلام على المسلسلات والدراما، لان ولا رمضان ولا رمضان طبعا، اللي مشتاقين جدا ان هو يجي بسرعه. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم. ومن دلوقتي بقى يا جماعه شوفوا البروموهات وقرروا احنا هنتابع ايه، لان احنا بنبقى في حيره يا ترى الريموت مع مين وهنختار ايه وهنعمل ايه. فقرروا بقى من دلوقتي. وطبعا كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من عيش سعيد. باي باي.